كل واحد بدل الكروت 50 يعني ها خلص هل بزيد شيء ولا لا؟ العاب خلصنا لك على راسي بوتما والله على راسي الله وكيلك سارة ما بتحلى الا وانت موجود شراب قال لك شراب تسلم شراب يا سيدي ثلاثة دم يا اس إلا عن أبو الحظ بصر ما يعطي حبيبي وتمام شغلة ما دايما بدها حظ شغلة بدها عقل شو قصده؟ شو قصده ما فيني عقل؟ شو بيعرفني؟ تستغل منك إلو بلشنا بتمام هاجي عياط نهار بقى حاجة خلصونا في التوة ايه في التوة في التوة حط لك 500 بشر حط لك 500 يلا حرام يا دكتور يعني صار إلك اسم وربي زباينك حرام تضحي فيهم هيك الله يخليكي خلص كل شيء انتهى طب ليش؟ بدي سافر ايه بدي سافر إذا حتى سألك عني قلي له سافر برات البلد طب لوين؟ لوين ما بدك على فرنسا على الصين ولك على لبنان وين ما بدك يعني منك مسافر طب هالمرضى الدروي شو رح يصير فيهم؟ وين رح يلاقوا واحد مثلك؟ شيلة أبو تمام شيلة شو هاي شو هاي نالك شغلة بدها عقل ما بدها غش هاي شو هاي أصل كمبار لا بعرف أصل كمبار بس ما أحب الحركات مشان الشباب ما يزعلوا عم بمزح ما عم بمزح لشوف إذا بتكتشفونا ولا لا ولا بتشفاك شغلة ولا عم بده شرف بده ضمين خلاص خلاص ما أنا فظ بسماعتي وهي وراء المحل صار جاهزة تفضل مو باين غير تسلم من المحافظة ولازم تكون موجود بشكل شخصي لأنك صاحب العلاقة وهلأ صار فيك تفتح المحل شلون بدي افتح المحل ولسه الترخيص ما طلع هلأ هاي الأوراق بتسلم المحافظة المحافظة بتقوم بتطلع كشف وهذا الموضوع بده ياخد وقت شو بضلك قاعد تستنى أنت يعني ما في أي إشكالية يا رب الله يرضى عليك أنا ما بحب المشاكل خاصة أني ما بعرف أطوي ورا عجد أبو ماهر معك 6 شهور لبين ما تطلع الرخصة يسلموا يا عمو تفضل بابا شكرا حبيبي معناته بابا بكرة فينا نفتح المحل إذا هيك بكرة نفتح بإذن الله إيه يا أبو ماهر ما أخذت لك شي خبر عن دكتور حسين بهاليومين لا والله أنا كنت بدي أسألك عنه ما بعرف وين غطسان عم اتصل فيه ما حدا عم برد علي شو هالحكي وبالعيادة نفس الشي العيادة مثل غيرها يا رب ليكون صاير له شيء لحسين مشان الله لا تخبي عني حسين صاير له شيء لا والله العظيم ما بعرف شيء على حال انا رايح هلا اشوفه اذا عرفت عنه اي خبر فورا بتصل فيك طبعا بتخبرني فورا ولا اقول لك قوم قوم خلينا نروح سوا خلينا نشوف شو القصه يلا شوف خاطرك عمو الله معك الله معك استاذ بابا شو القصة؟ والله ما بعرف علمي علمك خلينا نطلع نروح نشوف القصة بالبيت شرف
لا في شيء مو طبيعي. شو الحكاية؟ صاير لحسين شيء؟ شبه؟ أنت مخبي عني شيء؟ لا لا ما في شيء. لا أكيد أنت بتعرف شيء ومخبي عني. لا وحياتك ما بعرف شيء. بس شو القصة؟ شي غريب؟ روح روح لنشوف شو القصة. كنت متوقع انه راح يستدعوهم. اخ يا حسين سامحني، خربت عليك حياتك، بس كنت ودعني، ولو على الاقل ودعني. ابو ماهر وينك؟ خير عمو. صباح نور عمو. أهلين يا رب. في شي عن حسين؟ لا والله. لكن كيف؟ توقعت بجيتك بكير إنك بتعرف شي عنه. أنا آسف بصراحة، أنا أجيت مشان الافتتاح. افتتاح شو؟ ولو افتتاح المحل؟ إيه ضروري بابا، لكن شلون من دون افتتاح؟ صباح الخير عمو. صباح الخير حبيبي. شو يعني افتتاح؟ فهموني ما عم أفهم. حفلة صغيرة من قريبه، منعزم بعض الأحباب والأصدقاء والأصحاب والجيران، وصلى الله وبارك. إيه بابا، عراضة وتصوير على القليلة، ديسكو قصدي ستيريو. والله لا، أنا ما بقبل بهالشي أبدا. ليش بابا؟ ما بصير يعني؟ لك يا بابا بيصير بيصير، بس أنا مزاجي مو جاي على الحفلات، بعدين من شان أبو عبده. يا الله من أبو عبده البطيخات. بابا الدنيا هيك والسوق هيك. صحيح، بس أنا دنيتي غير هالدنيا، وسوقي غير هالسوق. يلا ماما جاي جاي دقيقة. مرحبا عمو، كيفك؟ أهلين حبيبي، يسعد صباحك. زياد شو بدك؟ شو بدك؟ بس شوي لك يا زلمة. بصراحة أنا جيت هلا مشان ما تفتح المحل من أجل المساء. برافو عليك، برافو أبو ماهر، يعني فعلا ما في داعي نجرح كرامته لابو عبده. ايه انا هلا بدي اياك تفوت تبدل ثيابك وننزل نفتح المحل، ولا ما بدك يعني بنو؟ لا لا بدي اياك، بس فوت افطار بالاول وبعدين بننزل. بس ما يكون فطور سجن. ها والله اذا شاي على بالك فطور السجن بقدم لك اياه. شوف يا عرب، بتمنى تفهمني. لا تكفي، أنا بعرف شو بدك تقول،
بس وحياة غلاوتك، وحياة غلاوتك على هالرقبة. خليك عاقل وما تكون عاطفي. أنا بشكل خطر عليك وعلى كل الناس اللي حوالي. يا عرب أنت لازم تبعد عني. خليك عاقل مثل حسين. اطلب عمري ولا تطلب هذا الطلب. أنت ما بتعرف قديش عم تعذبني وأنت بتحكي هذا الحكي. أنت ما بتعرف قديش أنا عم أتعذب لما بتنأذى الناس اللي بحبها وبتحبني بس لأنها بتحبني. عذابي أكبر يا عرب. هلأ أنت مو سجنت 15 سنة ما هيك؟ هلأ إذا بخيروك بأنك تنسجن 15 سنة تانية أو تتخلى عن مبادئك وقيمك وعن محبة وطنك وعن الناس اللي بتحبهم، شو بتختار؟ لكن ليش عم تطلب مني هذا الطلب من شان الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أم صبحي؟ الحمد لله. أنا دكتور معتز، أهلا وسهلا. كيفك؟ كيف صحتك؟ الله يخليك يا رب. أهلا وسهلا، أمرني دكتور. يخلي لي عيونك، بدي هدول الأغراض. إي على راسي، بتأمر أمر. شامبو، هي وحدة شامبو. ليك والله بدك حلاوة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة خليلي. إي على راسي، بتأمر أمر. وين الحلاوة؟ هي الحلاوة. أيوة متي، وهي وحدة متي. وبازيلا، هي وحدة بازيلا، وين بازيلا؟ وين البازيلا محطوطي؟ أيوة ليك. هي بازيلا ورب البندورة وحدة، هي رب البندورة وشمع، سنتين شمع. شو متقطع الكهرباء عندك؟ والله مثل العادة يا أبو عبدو. دخلك قديش عم يقطعوها؟ يعني من ساعات فما فوق. والله يا أبو الحلال احنا ما يقطعوها بس خمس ساعات وبالليل. الحمد لله الله يجيبها الحكومة يا رب. شو الظاهر، فتح محل جديد بالحارة؟ اي والله يا دكتور، شايف الناس عينها ضيقة. لا تخاف على رزقك يا أبو عبدو. بسيطة يا دكتور، إن شاء الله ما بيطول، شهر زمان بس ما بيطول. الله يرزق الناس. أهلا وسهلا دكتور، شرفت. نورت المحل والله. الشمعات عيوني في راسي، أنت بتأمر أمر يا دكتور. سجلته؟ اي سجلته على راسي. خلي عنك دكتور. انا براسي بوصل لك اياهم على البيت. الله يوفقك. الله معك دكتور، مع السلامه. عليكم السلام. شرفت دكتور، محلك والله. اهلا وسهلا. يا اهلين. اهلين دكتور. يا ميت اهلين وسهلين. لك احلى ام صبحي والله. لك انت ما بتفهم؟ لا تتحول لي اي مكالمه، عم تسمع؟ حيوان مخه على قد على قد التوح. شو قلت لي؟ بدنا تريكس وباجر وشي سيارتين شحن لحفر الموقع. يعطيكم العافية. الله يعافيك استاذ، نحن خالصين استاذ. ولميتوا كل الوسخ؟ لكن استاذ لميناه وحفرنا الجوار اللي قلت لنا عنه. يسلموا، يعطيكم العافية. استاذ لسه في شيء ثاني؟ لا لا. ولا أقول لك اكتب لي اسماء الشغيلة مشان يرفعوا لكم مكافأة. الله يبارك فيك يا استاذ، فورا. أنت شو اسمك؟ أنا اسمي استاذ يوسف، يوسف أبو خليل. يوسف أبو خليل. انت شو بتقربوا لفريد ابو خليل؟ فريد بيكون خيي ابن امي وبيي. ايوه. يعطيك العافيه يا يوسف، روح جيب لي اسماء العمال. امرك استاذ. شغلة بدها طولة فات، لسا الناس ما تعرفك. ما
بعرف يا ابو علي بعرف. بعدين لا تخاف انا ما في اطول من بالي. ايه الله لا يضيع لك تعب. تسمح لي؟ بكير ابو علي لسه عم نتسلى. بدي اوصل على البيت شوي ما اطول عليك. يلا يا كريم. يلا الله معك. دير بالك من الكرسي. شايفه. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. اهلين. ما تردي السلام يا ابو صبحي. بعرف انك هون من ريحة دخانك. وانت ليش جاي لهون؟ ما تخليك عنده. شوف يا ابو علي، قصدي اسمع، يعني شغلي ما بدي ازعلها، يعني بدك تختار يا انا يا هو. مين هو؟ العدو. هلا الاستاذ فريد عدو؟ ايه ايه عدو، ويعني ما راح حل عنه لاخرب له بيته. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. الله يعينك يا استاذ فريد على هالجيرة هاي. استاذ شايفتك عم توجبه كمان. ولك بدي افهم شو اللي عاجبك فيه؟ لانه مثلي اعمى. ايه اعمى يا مفتحين انتو اتنين. ولك يلي ما في خير لبلده، ما في خير لحدا. لك خليه مصبحي، خليه بكره بيكتشف وبيشوف هالشي بعينه. ايه الحمد لله ما بشوف بعيني، حتى لا اشوف وشك ووشها. ومو السلام عليكم. لك شبك والله هلكتيني، لسه ما في علسانك غير يعرب وسيرة يعرب. مليت انا ها شبك. خلص اخر سؤال، قلتك بتحبني؟ والله ما بعرف. اسألي. ليش عم تسأليني انا؟ ايش شو انا بقرا بالفنجان ولا بضرب بالمندال؟ خي اتصلي فيه اسألي. شلون؟ شو شلون؟ عم قلك اتصلي فيه. حاكي تليفون وينه؟ ها طلبي عزمي على الغداء، خلي يعزمك، شوفي اذا بيحبك ولا لا، استشفي مشاعره تجاهك. يلا اطلبي. خلص لا لا ما بدي ما بدي ما بدي. ايه لا يكون بدك، انا رح اطلب لك يا. قديش الرقم نقليني؟ الو علي فريان، الحمد لله كيفك انت؟ والله يا ريت، انا كثير بعتذر ماني فاضي اليوم. خلص ان شاء الله بوقت ثاني. لك يا عيني والله العظيم اللي زعلان منك، مالي زعلان بس فعلا مالي فاضي. خلص ان شاء الله بوقت ثاني بنشوفك، بكون عندنا وقت وبنلتقي. طيب بعد ساعة وين نلتقي؟ اوكي ليلك هنيك، مع السلامة. باي باي باي. ايش على هاللزقة. هلا بعبدو والله، هلا بعبدو والله، سهلا. يا هلا بعبدو والله. هاي الاغراض، هات خمس ورقات. هاي خمس ورقات حق البرقات. اي والله، هي مصاصتين، خلي الاولاد يخربشوا. الله يعطيك العافية. تفضل. بتعرف شو؟ لهلق ما حدا فات لعند صاحبك. ارزق على الله، على غير رزق ورزق امك محمد وعبادته كلها ان شاء الله. ايه هات لهلق، هات هدول. روح الله معك، مع السلامة. مع السلامة، الله معك، مع السلامة. نورت المحل خياب محمود. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نحن الاصل وعلى الاصل دوام. لك اهلا بخي منير والله، اهلا وعلى الاصل دوار. سلام شو المي يا ابو المنير، حلوه ظريفه طيبه. اهلا وسهلا استاذ، ان شاء الله عجبكم الاكل. يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. لو سمحت شربنا اثنين شاي. يعطيك العافيه. عجبك الاكل؟ يسلم ايديك، كثير طيب. لك الدرساني شو جنتل؟ مين هي؟ هي اخت مرت خالي، قال ما لها علاقة بالشباب لا من بعيد ولا من قريب. يا ما تحت السواهي دواهي. ما راح اعتقي الناس. شو رأيك نقوم نروح لعندي على البيت؟ هي علينا وعلى هالبيت. ايه شوي تانية؟ اي حلي عن الزلمة، لك بعمر ابوكي. شو
غرقت؟ طبيعي غار، واحد قاعد مع حبيبته وهي عم بتغازل واحد تاني. حبيبته؟ صدقتك يا حبيبتي يا مرح. انتي ليش ما عم بتصدقي انه انا بحبك؟ ولك مستحيل كذاب يصدق كذاب. خلينا هيك حلوين ماشي؟ لانك مضطر تكذب ولاني مضطر صدقك. طيب بشو احلف لك اني بحبك وميت بدباديبك؟ ولك عم قلك كذاب مستحيل يصدق كذاب. لك صدقتك، قوم شرف طلبني من ابي. طالما انا عم فكر فيكي فاكيد عم فكر انه يجي يوم وطلبك من اهلك. بس ايه لا تبسبس لي خلص. عم اقول لك هيك حلوين ومانك مضطر لا تكذب علي ولا كذب عليك. على كل حال نحن هيك مبسوطين وعرفانين شو بدنا، كل واحد عرفان شو بده من الثاني. يلا شرف. خلينا نشرب شاي وبعدين بنمشي. اهلا وسهلا. يسلموا. صحتين. تفضل استاذ يارب. حبيبي نزل لي غدا كالعادة. تكرم عليك استاذ. شو بدك؟ شو عم تساوي؟ عم بطبخ. تركي من ايدك ولا تساوي لي اخو. ولك شو عم تساوي؟ شو ما بدك تتغدي اليوم؟ لا شو ما بدي اتغدى، بدي اتغدى بس بدي ساوي شغله ثانيه لك. لك ميسان لوين رايحه؟ هلا بقول لك. عم بشرح ما راسه ما لقيت. مرحبا أستاذ يعرب، كيفك؟ بابا أنا اليوم عزمتك على الغداء. بابا حبيبتي اليوم مالي فاضي. لا مع ضيوف عم يتغدى. أنا طبعا ما بهون علي، بنتي حبيبتي الغالي علي تكون جوعانة. لك والله العظيم إنك نصابة. هيك يا بابا كل ما بدي اعزمك مشوار لبرا نتغدى نقعد على الصاله ننبسط بتيجي بتقلي مو فاضي. طيب بس ما تخليني اتاخر لان انا رح اموت الجوع. اي ماشي باي. ليك ليك سلم على ضيوفك بابا. باي. بقطع لي اذا ما عم نطبق وحده بابا وبعرفه بس يكون مهذب وصوته ناعم بكون قاعد مع نسوان. وقال لك كان قليل عن ابوك يا بنت الكلب. شو انا فاضيلك ما عندي حدا غيرك. المهم هلا شو مشان الغداء؟ رح يبعث لنا غدا لهون لانه قاعد بمطعم رح يخلي المطعم هو يوصل الاكل. تخيل يا حظ طلع قاعد بمطعم. طالع استناه من برا لانه جوعان كثير. الجهاد مش ما تقولونها. ايه والله يا ابطاري وترى بيحبك. ها والله اذا بيطلب روحي بعطيها. كم لوكي صاروا؟ يعني مية مية حاجة. يلا تحرك حري يا رب. رجع رجع حري. يلا لمعك ليك فادي. اعطينا شوفير يجلد من حق البلوكار.
الله معك. أهلين حبيبتي، أهلين بهالوش الحلو. إيه حبيبتي شو بدي؟ بدي من هداك. من هذا؟ إيه على عيني شرفي. بدي لأختي كمان. إيه تكرم عيني شرفي. واي لأختك الحلوة. قليلي شو اسمها أختي؟ تالا. اسم حلو تالا مو هي؟ وليش ما جايبتيها معي؟ صغيرة ما فيها تمشي. وانت يا حلوة شو اسمي؟ ريما. يا الله يا سلام شو حلو هالاسم. بتغني لي فيروز يلا تنم ريما. برافو لك، تسلمي لي انت وفيروز حبيبة قلبي. هدي حبيبتي. هاي لريما عالكي. وتالا. اه مزبوط والله شايفة عم بنسى انا. وهاي لتالا. تعي حبيبتي سلمي لي على تالا. ليلى عمو ابو ماهر بيسلم عليكي. خذي. قلت لك صغيره ما بتعرف تحكي. يا الله رجعت نسي. هي هلا عم تكبر شوي شوي بتقول ماما. يا سلام شي حلو، تالا صارت تعرف تقول ماما. طيب حبيبتي رجعي هلا على البيت لعند ماما احسن ما ينشغل بالها عليك. ديري بالك من السيارات بالطريقة. يلا شو عم تعمل انت هون؟ خليل حبيبي خليل كيفك؟ كيفك؟ على البيت. على البيت. مرحبا يا ابو عبد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ابو الخلف. الله كيفك؟ شو شايف في زباين؟ لا صغيرة، بنت صغيرة عم تشيلها شقفة بسكوتي. صغيرة. طحنا لي كبيرة. تكرم عيونك، أحلى قنينة كبيرة باردة وعرقاني. دلالو. العافية. الله يعافيك. طمنوني كيف كان الشغل اليوم؟ الحمد لله 15 ليرة. اي نعمة كريم ماما. معلش بابا معلش معلش يا حبيبي. الله كريم لسه اليوم اول يوم. يلا غيروا ثيابكم على بين ما يا رب. روحي وتعي حبي وعشقي. لا تعملي مثل خالتك هالجدبة. خالتك يلا يا ولاد يلا دلع. أما شو الفريد اللي عندك يا ماما؟ إيه عنده كل حكاية. بدك تعلمني على أبوه حكاية وبعرفها. إيه شو هي فريد؟ ولك أنتو ما عدتوا تحترموا حدا. بالعكس يا مدام ماهر، العظماء اسمهم أكبر من أي لقب. عندك فيثاغورس، نيوتن، ماركس، كلهم سموا نظريات باسمهم وما كانوا يقولوا الأستاذ فيثاغورس والدكتور نيوتن. بعدين فريد أكبر من أي لقب. شوف المقوص شوف. الله يديم المحبة. يا دلع أولاديكم
أحط على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياعي القلب وفيكم الله يوفقك يا أبو الفوز. نصيبي من ماسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض شو تحت نعال لك الله يخرب ديارك. قوم 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 فضحتنا يخرب بيتك. قوم فوت لك. وين وين أنت قلت لي فوت لك يا حبيب. مو هون على الجوال. أيوة الأحسن. يلا يا أبو الفوز. هلا هلا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم. شو خالته كيف الدراسة؟ ماشي الحال عم نسكش. يا حرام عنا بيتعبوا للطالب من أول السنة بيهلكوا هلك. إيه والله الله يعينهم هالطلاب خصوصي صاير المنهاج صعب. مو خالتي مو هالحكي والله مزبوط. أنا قلت لها لبيسان لا تتعب حالها ولا تهتم. بكرة بالفحص قبل كل مادة بجيب لها مدرس المادة بيقعد بفهمها إياها وبتروح بتقدم الفحص وهيك بيكون اختصرنا تعب سنة كاملة بيوم أو يومين. تلحق تفهمها؟ طبعاً بيسان ذهنها نظيف خصوصي إذا كان المدرس كويس. الأستاذ الكويس لو كان غالي ما بيهم. ولي يا ماما شو بتحبي الفشورة والتنظير؟ ها؟ فهماني على أساس. أهلين بجارة الرضا شرفتينا. الله عليك يا أبو الفوز لك من زمان ما ضحكت الضحك. يا سيدي آخر مرة شحطوني فيها حذر شو صار فيني. قلت لحالي يا ولد يا أبو الفوز تحمل هالمرة لازم ما تزل حالك أبدا لازم ما تصرخ ما تعيط ما تتألم تحمل. فاستحضرت محبة الوطن استحضرت محبة الشارع محبة البروليتاريا محبة الفلاحين والعمال عرفت علي شلون محبة الأصدقاء محبتك أنت. قلت لحالي يا ولد يا أبو الفوز بتصير أقوى نفسيا. أيوة بعدين أول كرباج أناديكم الثاني أشد على أياديكم الثالث معلم أبوس الأرض تحت نعالكم طب رابع أبوس الأرض. شرب 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 لك شرب حاجتي أنا دخيلك حاجتي لك شو حاجتك بس السارة بأولا دخيل خلاك ما لزاك. ميحانا 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 غابت شمسنا الحلو ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا حيك حيك بابا حيك أبو الرحالة بيك هذول العلبوني. شو اليوم مو رايحة على الشغل؟ لا اليوم أخذت إجازة قلت لحالي فرصة بعزل هالبيت وبنطفو. شايف إجازاتك كتيرة شو ما عندكم شغل؟ دخيلك على أساس إنه الشغل مقتل بعضه الرواتب اللي عم ناخدها حرام مقضينا على لد وحكي وشرب قهوة وأكل بزر. يا حرام يا سيدي كله هيك. شو هالبنت الفوضوية هاي؟ بس امتى بدها تصير تعتمد على حالها؟ تركتني. في حدا ما بيساوي تاخذ
فريد. خير شوفي. شوفي؟ تفضل شوف هالشوفة. لا ومخبيته تحت الفرشة مشان ما حدا يشوفه. هيدي راسة يا أنسة دلع. ايه شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ بنتك عم تقرا وتحوى هكته وبتقلي شو المشكلة؟ ايه لا مو معقول ابدا. احلام مو مشكلة تقرا هيك كتاب، المشكلة انها تخبيه. عم تحكي عن جد؟ بسيطة احلام، خذي الكتاب رجعيه لمحله وحطيه مثل ما كان تماما، واوعك تجيبيه لسيرة او تفتحي للموضوع. يعني انت رح تتصرف معه؟ ايه مشان الكتاب لا تخافي، ما في شي بخوف، بس بدك تديري بالك شوي على شخصيتها. دلع ما عندها شخصية بنوب، وهذا اللي بيخوف يا أم ماهر. يلا سلام. الله معك. فوز فوز سيادة الفيلا فواز. لك قوم يا زلمة. نعم شو عاملين نحن؟ قالوا ناديكم فواز. هيدي وحدة الموس هي ما زهر هي دكتور لراسي. يكرم عيونك يا دكتور. الله يكرمك يا ابو عبد. الله يطول لي عمرك يا رب. وهي لوح صابون الغار. وين هذا؟ باقي علبة طحينة. اي على راسي تكرم عيونك. علبة طحينة علبة طحينة. ايه والله ما في يا دكتور، ان شاء الله اليوم تيجي علبة طحينة. ولا يهمك ابو عبد. الله يسلمك يا رب. قديش صاروا هدول؟ اي على راسي لسجل لك اياهم. هدول هون. ايوه هي 65 ليرة. على راسي وانا سجل لك اياهم على الدفتر. يسلم يا ابو عبد. مع عيونك. راسي يا دكتور شرفي. الله يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا. الله يعافيك يا رب. تفضل. السلام عليكم. مع السلامه. الله معك. مع السلامه دكتور. جاك زبون. آية الرزق ان شاء الله. اهلين اخي. شكرا. علبة طحينة لو سمحت. كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. إكرام. تفضل. يسلموا. قديه سعرها؟ 30 ليرة مكتوب عليها. كأنك مشبه علي مو هيك؟ إيه والله وشك مو غريب عني أبداً. وأنا نفس الشيء من أول ما دخلت وأنا عم حاول أتذكر. فريد معتز.